أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. المخاطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي قصصنا عليك من قصة يوسف وما فيها من أحداث محرقة ومشرقة، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فلو لم تكن رسولا نبيا ما كان أبدا من شأنك أن تقص هذا القصص. فالذي يصغي يستمع قصة يوسف ويعلم على من نزلت يحلف بالله على أنه رسول الله، والمشركون يترددون والكافرون معرضون. ذلك من أنباء الغيب وأخباره العجيبة الغريبة نوحيه إليك بواسطة الوحي الذي عرفنا، إما أن يأتي جبريل عليه السلام بالصورة أو الآيات، أو يلقي الله تعالى في روح رسول الله فيفهم عن الله. نوحي إليك وما كنت لديهم، أي بين أيديهم في مجلسهم حاضر بينهم، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. من هؤلاء؟ إخوة يوسف الأحد عشر رجلا. هل عاصر النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ويعقوب؟ بينهم آلاف السنين. من أين لأمي لا يقرأ ولا يكتب أن يقص هذا القصص لو لم يكن وحيا أوحاه الله إليه؟ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم على أن يقتلوا يوسف أو يبعدوه من أبيه أو يلقوه في غيابة الجب. وما كنت لديهم وهم يمكرون ويكيدون ويدعون أنهم يريدون أن يخرجوا به للتنفه وليشم رائح الصحراء، يقولون لأبيهم هذا ليسمح لهم بأن يخرجوا بيوسف. هذا المكر كنت حاضرا يا رسولنا؟ كنت بينهم؟ إذن من أعلمك؟ الله. إذن أنت رسول الله، فالآية قرر محمد رسول الله، ولا ينكر هذا إلا أحمق أو مجنون أو ميت الضمير والعقل. ذلك الذي سمعت من الصور من أولها إلى هذه الآية من أنباء الغيب نوحيه إليك يا رسولنا، وما كنت لديهم عندهم وبينهم الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على أن يبعدوا يوسف من أبيه. وقد عرفنا سبب هذا الإبعاد أنه الحسد أولا. كيف يوسف
يبلغ هذا المبلغ من أبيه فيضفى بوجه أبيه ونحرمه نحن، فيضفى بحب أبيه ونحرمه نحن. حملهم الحسد على أن كادوا ومكروا، والله عليم بمكرهم. والرسول ما كان معاصرا لهم ولا في ديارهم، ولكن الله أعلمه ليقرر بذلك نبوته وأنه حقا رسول الله. فيجب على كل ذي عقل أبيض أو أصفر أن يؤمن بأن محمدا رسول الله، وإلا كيف يقص هذا القصص؟ مستحيل. ثم قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه البراهين، هذه الحجج، هذه الأدلة ما نفعتهم. أكثر الناس لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم وبذلت كل طاقتك وجودك في سبيل هدايتهم ما يؤمنون. أكثر الناس لا يؤمنون. قولوا صدق الله. أكثر الناس الآن كافرون وإلى لا، وقبل الآن وإلى نبوة رسول الله وأيامه أكثر الناس لا يؤمنون. والسبب المانع لهم الإيمان شهواتهم، أطماعهم، دنياهم، أهواؤهم. ما يستطيعون أن يؤمنوا ليغتسلوا في الليلة الباردة وليخرجوا أموالهم، لا يدون إلا وجه الله، لا يستطيعون أن يتنازلوا عن شهواتهم وأطماعهم. هذه الموانع التي تمنعهم من الإيمان، وإلا أي شيء يمنع من الإيمان؟ يمنعهم أن يدخلوا في الإسلام في نظامه وقوانينه، فيحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم وهم لا يريدون ذلك. والله إلى هذه الساعة اسأل يهودي مسيحي صليبي مشرك وبين له لما لا تؤمن، يخشى أن يتنازع عن دنياه كلها. وأكثر من هذا، المسلمون معرضون عن الإسلام الحق، عن شرائع، عن مبادئ، عن تعاليمه. لماذا؟ لأنهم مصرون على الحنث العظيم، على الكفر والكذب والشرك والنفاق. ما يريدون أن يقبلوا على الله بوجوههم وقلوبهم. هكذا يخبر تعالى وخبر الحق: وما أكثر الناس ولو حرصت يا رسولنا بمؤمنين. وفيه تسلية للرسول وتعزية وتخفيف عليه من الهم الذي يحمله في نشر هذه الدعوة وإبلاغها البشرية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إلى الآن أيها الداعي في قريتك في بلادك، اعلم أن أكثر الناس لا يتبعونك، أتباعك أقلية دائما. لماذا؟ لأنك تأمرهم أن يستقيموا وهم معوجون، ما يستطيعون أن يستقيموا، يغلقون بنوك الربا ويخرجون يحرثون في الأرض ويزرعون، ما يستطيعون. إذن ويقول تعالى: وما تسألهم عليه من أجر، أي وما تسأل المشركين والكافرين من الناس على إبلاغ دعوتك من أجر. ما كان يقول: أعطوني إبلكم أو أغنامكم أو حلي نساكم حتى تدخلوا معي في الإيمان والإسلام، أبدا. وما تسألهم عن دخول في الإسلام، عن الإيمان وقبول الإيمان من أجر أبدا. ولا يحل لمؤمن أن يبلغ دعوة الله بأجر، مجانا يقدمها لهم. لو كانت بأجر يعذرون، ما عندنا ما يطالبنا هذا الرجل، أعطوني كذا أعطوني كذا، ما نستطيع، فلهذا رفضنا دعوته وعرضنا عنها ولا نقبل عليها. لكن والله ما كان يسألهم ولا كأس الماء. وما تسألهم عليه، أي على هذا الدين، هذه الدعوة، هذا البلاغ، الإيمان بالقرآن وبما جاء به، أبدا من أجر قل أو كثر. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما القرآن إلا ذكر وعلم وموعظة وبيان للعالمين.
أبيضهم وأسودهم، بل إنسهم وجنهم. القرآن ذكرى من قرأه، من تدبره، من استمع له عرف الحق، فإن وفق لذلك أخذ بالحق وسار بطريقه، وإن حرم ذلك لقضاء الله وقدره ينتكس ويعرض والعياذ بالله. إن هو أي ما هو أي ما القرآن الذي تحمله إلا ذكرى فقط، ذكر للعالمين يذكرون به ربهم ومصيرهم وحالهم في دنياهم وأخراهم ويتعظون بذلك. ثم قال تعالى: وقوله الحق وكأي من آية في السماوات والأرض. وكم مئات الآيات في السماوات والأرض، الكواكب، الشمس، القمر، النجوم، الأمطار، الرياح، هذه كلها من أوجدها، من خلقها، من دبرها، ما يسألون أبدا، معرضون تماما. طول العام شاهد الشمس، ما يقول لي ما كانت الشمس، من أوجدها، ما السر فيها أبدا. آيات في الأرض، الأنهار، الأودية، الجبال، البشر، الحيوانات، هذه المخلوقات كل واحدة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من آيات في السماء يمرون عليها هكذا صباح مساء وهم معرضون، لا يسألون، لا يفكرون، لا أبدا. من هؤلاء؟ إلى الآن اليهود والنصارى والبوذا والمشركون والكافرون، هذا واقعهم. لما ما يفكر في صباح يصبح يرى الشمس طلعت، من أطلعها، لماذا أطلعها؟ اسأل من الذي فعل بها هذا؟ يقال له: رب خالق قدير عليم حكيم. كيف عرفتموه؟ عرفناه بكتابه ورسوله. يشاهدون الأمطار فقط، تنزل هنا ولا تنزل هناك، يشاهدون النباتات على اختلافها. كل هذه الآيات في السماء والأرض يمرون عليها وهم معرضون، يعطونها عرضهم، أي لا يقبلون عليها ولا يلتفتون إليها ولا يتساءلون فيما بينهم ولا يسألون رجل قالوا في الهند والسند ما الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه، الأرض والسماء لماذا خلق ذلك، ما يسألون أبدا، إعراض كامل. وبيننا المنتسبون إلى الإيمان والإسلام قلوبهم قاسية، نفوسهم شاردة، منغمسون في الشهوات، في الظلم والشر والفساد، في الخبث، وهم معرضون. لو تأملوا فقط هذه الآيات لخروا ساجدين لله ولأطاعوه وعبدوه ومشوا في طريقه وصراطه المستقيم. إعراض. وصدق الله العظيم. وكأي من آية في السماوات والأرض، عرفتم الآية، أعيد القول، الآية بمعنى العلامة، الآية بمعنى العلامة الدالة على شيء، تقول لأخيك أعطني آية على فلان حتى أعرفه، يقول أصفر اللون أو أسود اللون، آية تدل على ذلك، دلني على الطريق إلى منزل فلان، أعطيني آية، قول المكان الفلاني، المنزل الفلاني عن يمينك، آية. فالآية العلامة الدالة على الشيء، فكل ذرة في الكون آية على وجود الله العليم الحكيم وعلى عظمته وجلاله وقدرته ورحمته وإحسانه وإلطافه وفضله وإكرامه وإنعامه. ولكن الإعراض، عدم الالتفات، لأنهم إذا التفتوا وسألوا عادوا إلى الصراط المستقيم. انتهى أكل الحرام، انتهى الزنا، انتهى اللواط، انتهى الكذب، انتهت الخيانة، انتهى الإجرام، انتهى الحسد، انتهى كل مظاهر الشر والخبث والباطل الناشئ عن الإعراض، عن الجهل بالله، عن الكفر بالله، كلها تنتهي.
وكأي من آية في السماوات والأرض، أي كثير، كم وكم يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثر البشر بالله إلا وهو مشرك. فالعرب والقرآن ينزل كانوا يؤمنون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله، ومع هذا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اليهود من ذلك العهد اليوم، اسأل يهودي تؤمن بالله، قل آمنت بالله، من خلق الكون الله، وفي نفس الوقت هو مشرك بالله، مكذب برسول، معرض عنه. اسأل المسيحي هذا شأنه. وهكذا كما أخبر تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا والحال أنهم مشركون بالله، يعبدون غيره. وقالت العلماء: يدخل في هذا من يقول غدا أسافر ولا يقول إن شاء الله، يدخل في هذا من يقول لولا فلان لصدمتنا السيارة، وينسى الله ويشرك به. فلهذا تشاهد جهال المؤمنين والمسلمين يؤمنون بالله عز وجل وهم يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويحلفون بهم، شرك واضح لا يشك فيه ذو عقل ولا دين، مصداق قوله الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاليهود فالنصارى فالبوذا فالكفار كلهم، اللهم إلا الملاحدة والعلمانيين بطبع اليهود الذي طبعوهم عليه لا إله والحياة مادة، هؤلاء ما يؤمنون بالله. أما غيرهم يؤمن بالخالق الرازق الله جل جلاله، ولكن يشرك به، أن يعبد معه غيره أو يقر عبادة سواه ويثبتها له لغير الله، وذلك هو الشرك حقيقة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالذين يقول يا سيدي فلان المدد، يا رسول الله الغوث، يا فاطمة، يا حسين، يا علي، يا عبد القادر، يا عبد الرحمن، نداءات يطلبون، والله لا مشركون، وهم مؤمنون إيمانا حقيقيا، ولكن لجهلهم آمنوا من جهة وأشركوا من جهة. ما سبب ذلك؟ إعراضهم عن القرآن الكريم. القرآن بيان كل الطرق التي تسعد وتنجي من الشقاء والعذاب، لا يقرؤونه، وإن قرأوه لا يتدبرونه ولا يتفكرون فيه ولا يسألون. ومن مكر بالمسلمين فأبعدهم عن القرآن الكريم الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى، علموا أن هذه الأمة التي كانت ميتة تمام الموت وهم العرب في هذه الجزيرة أحياهم الله بالقرآن، والله العظيم أحياهم الله بالقرآن. فسادوا، عزوا، كملوا، طابوا، طهروا، لم ترى الدنيا مثلهم منذ أن كانت في تلك القرون الثلاثة الذهبية. بسبب ماذا؟ بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور، بالسحر، بالخداع، والله بالقرآن الكريم أحياهم الله به. عاف العدو الثالوث أن هذه الأمة حيت بالقرآن وتحيا به، هيا نبعدها عنه أو نبعد القرآن عنه. حاولوا أن يبعدوا القرآن ما استطاعوا، ما قدروا،
محفوظ في الصدور، مكتوب في السطور، يحفظه العجائز والرجال والنساء، كيف يبعدون القرآن؟ ما استطاعوا. قالوا إذن نبعدهم هم عن القرآن. وضعوا قاعدة عرفها العلماء وقالوا لا يجوز تفسير القرآن، ولا يحل لك أن تقول قال الله، ووضعوا لذلك القاعدة المعروفة وهي قولهم تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن إن فسرته وأصبت فأنت مخطي، إذ ليس لك من حق أن تفسر القرآن كلام الله، من أنت وما أنت حتى تعرف مراد الله؟ وإن فسرت وأخطأت فقد كفرت فأنت كافر. إذن ونشروا هذا المبدأ في العالم الإسلامي. ماذا يصنع المسلمون بالقرآن الكريم؟ قالوا لهم إذن حولوه إلى الموتى، يحفظون القرآن في الكتاتيب والمساجد من أجل أن يقرأوا على موتاهم فقط. وقد ذكرت لكم حادثة تمت في بعض الديار أيام الاستعمار، حاكم عام رأى أن لا فائدة في قراءة القرآن في الكتاتيب والمساجد، قال الحكومة قادر على أن تعلم الكبير والصغير، لما فتحت المدارس، لما فتحت المعاهد والكليات، امنعوا هذه القراءة التي لا تفيدهم. فوفق الله عز وجل أحد المؤمنين المصلحين فقال لسيادة الحاكم يا سيد هذا القرآن يقرؤونه لا للدنيا وإنما من أجل أن يقعوا على الموتى فقط. فقال إذن إذا كان يقعون على الموتى فقط اقرؤوه أتركهم يتعلمونه. فهمتم هذه بالحرف الواحد. وإلى الآن من أندونيسيا إلى موريطانيا شرقا وغربا القرآن يقرأ على الموتى، في دمشق كما علمونا مكتب خاص، نقابة خاصة، إذا كان مات لك قريب تريده اتصل بالهاتف نريد 10 من طلبة القرآن أو 5 أو 6 يسألوك من فئات 100 ليرة وإلا 50 ليرة، كان غنيا وثريا من فئات 100 وإن كان فقيرا من فئات 10 أو 20 مثلا. وإلى الآن القرآن يقرأ على الموتى، وإذا قلت هذا ما ينبغي تجتمعون ليلة الميت على القرآن ولا تتدبرون ولا تفكرون يتهمونك بأنواع من الباطل والشر والفساد. إذ المفروض لو أردنا الحياة حياة الصور والصفاء كما قدمنا ما إن تدق الساعة 6 مساء في الشرق والغرب إلا ويقف دولاب العمل فتغلق الدكاكين والمقاهي والمصانع ويقبل المؤمنون والمؤمنات على بيوت ربهم يصلون المغرب كما صليناه ويجتمعون على معلم رباني اجتماعنا هذا من بعد المغرب إلى صلاة العشاء يدرسون كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تمضي عليهم السنة بلها ولا 40 يوما إلا وقد تغيرت نفوسهم وتبدلت آراهم وأفكارهم، تمضي السنة والسنوات وكلهم يعرفون كلام الله وما فيه.
بالسماع فقط نساء ورجالا يصبحون يفهمون عن الله مرادهم كلامي، ويتبع ذلك ماذا؟ ألا خيانة، ألا غشة، ألا خداعة، ألا كبر، ألا شركة، ألا كفر، ألا خبث، ألا ظلم. لما؟ سنة الله. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ لماذا سنة الله تتبدل؟ من سنته إذا أقبلت الأمة أو الجماعة أو الفرد على القرآن الكريم تقرأ وتتأمل وتعمل، لا تمضي عليه فترة إلا وهي أطهر الخلق وأصفاهم. لكن انظر من أندونس إلى موريتانيا أين يجتمعون على كتاب الله؟ هذه مدينة الرسول، الدولة الإسلامية، أين أهل البلاد في هذه الحلقة في المسجد النبوي؟ إذن ودليل القرآن روح، ولا حياة بدون روح كلام الله عز وجل، إذ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالكافر ميت، المكذب بالقرآن ميت، المعرض عن القرآن ميت، الجاهل بالقرآن ميت، وإنما الحي من قرأه وآمن به وحفظه وعرف ما فيه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كل من يلتفت إلى غير الله بقلبه ووجهه أشرك، والشرك أكبر وأصغر من ذلك أن تقول لولا فلان لكان أصابني كذا وكذا، قل لولا الله لكان كذا وكذا. أما دعاء الموتى وسؤالهم والاستغاثة بهم والتقرب إليهم بالنذور وما إلى ذلك فهذا شرك محض، وعليه الكثيرون من أمة الإسلام. وصدق الله العظيم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال بعدما قص تعالى على رسوله بواسطة الوحي قصة يوسف وإخوته، وهي من الغيب المحض، إذ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قومه من العرب يعرفون عن هذه الأحداث التاريخية شيئا، لا سيما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظلام الليل، وبعضها في ظلام البئر، وبعضها وراء الستور، وبعضها في طبقات السجون، وبعضها في قصور الملوك، وبعضها في الحذر، وبعضها في البدو، وتم كله في الصورة. كيف الرسول يعرف هذا؟ وبعد تطاول الزمان وتقادم العصور، بعد أن قص ما قص قال لرسوله صلى الله عليه وسلم تلك ذلك من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب، نوحي إليك، أي نعلمك به بطريق الوحي. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ويؤكد وحيه إليه بذلك فيقول وما كنت لدى إخوة يوسف في الوقت الذي أجمعوا فيه أمرهم على التخلص من يوسف بأي ثمن، وهم يحتالون على إخراجه من بين يدي أبويه ليلقوه في غيابة الجب تخلصا منه، حيث رأوا أنه حجب عنهم وجه أبيهم وذهب بعطفه وحنانه دونهم.
وقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يخبر تعالى أن الإيمان بك وبما جئت به من الوحي والتوحيد والبعث الآخر مثل هذا القصص كافي في التدليل على صحة نبوتك وعلى وجوب الإيمان بما جئت به وتدعو إليه. ومع هذا فأكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم ما هم بمؤمنين. ولذلك عوامل من أبرزها أن الإيمان يتعارض مع ما ألفوا من الباطل والشر والفساد، لا سيما شهواتهم وأغراضهم الدنيوية. ومن قبل ذلك أن من كتب الله شقاه في كتاب المقادير لا يؤمن بحال من الأحوال، ولذا فلا تحزن ولا تكرب. وقوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر، أي على هذا القرآن وإبلاغه إليهم من مال، إذ لو كنت سائلهم أجرا على قراءتك عليهم وإبلاغك لهم لكان ذلك مانعا من قبول ما تدعوهم إليه، ولكن ما دام ذلك يقدم لهم مجانا فلا معنى لعدم إيمانهم إلا ما كتب الله من خسرانهم وشقاوتهم، فهم عاملون للوصول إلى ذلك أي الخسران والشقاء. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن وما يحمله من هدى ونور وقراءتك له إلا ذكرى، أي موعظة يتعظ بها من يسمعها من أهل البصيرة والإيمان من العالمين ممن هيأهم الله تعالى للسعادة والكمال. وقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض، أي وكثير من الآيات الدالة على الله وعلى وجوب عبادته وتوحيده فيها في السماوات كالشمس والقمر والكواكب والسحب والأمطار، والأرض كالجبال والأنهار والأشجار والمخلوقات المختلفة يمرون عليها صباح مساء وهم معرضون غير ملتفتين إليها ولا متفكرين فيها، فلذا هم لا يؤمنون ولا يهتدون. وقوله تعالى في الآية الأخيرة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يخبر تعالى رسوله أن من يدعوهم إلى الإيمان به وبما جاء به ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون به أصناما وأوثانا يعبدونها، وهي حقيقة قائمة. لو سئل يهودي أو نصراني عن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الكون لقال الله، ولكن هو به مشرك يعبد معه غيره. وكذلك حال المشركين الذين أخبر تعالى عنهم، وكثير من أهل الجهل في هذه الأمة القرآنية يدعون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله وهم يؤمنون بالله وبما جاء به رسوله من التوحيد والبعث والجزاء. هذه الآيات كل آية لها هداية، هيا نتأمل ما فيها من الهدايات. قال من هداية الآية أولا تقرير النبوة المحمدية بأصدق برهان وأعظم حجة. هذه الآيات تقرر ماذا؟ نبوة محمد ورسالته بأصدق برهان وأقوى حجة. لو ما كان نبيا رسولا من أين له هذا الكلام؟ كيف يقص قصة يوسف التي مضى عليها القرون؟ وقصة عجب، هل كان في السجن مع يوسف؟ هل كان في الدار مع زليقة؟ هل كان في البير مع يوسف؟ هل كيف يعرف هذا؟ أعظم برهان على أنه رسول الله. ثانيا بيان حكم الله في الناس، وهو أن أكثرهم لا يؤمنون، فلا يحزن الداعي ولا يكرب. لو تنصب نفسك داعي في بريطانيا 50 سنة قد لا يؤمن معك أكثر من 20 رجلا أو ما، فلا تحزن، هذه سنة الله.
ثالثا دعوة الله ينبغي أن تقدم إلى الناس مجانا، وأجر الداعي على الله تعالى الذي يدعو إليه، أما يدعو الناس ويأخذ أموالهم لن يفلح أبدا ولن يفوز ولا يصح أبدا. من أين أخذنا هذا؟ وما تسألهم عليه من أجر. رابعا ذم الغفلة وعدم التفكر في الآيات الكونية، وأكثر الناس ما يفكرون، يحصل ما يقول منين هذا الحصاد، كيف نبت هذا الزرع، يشرب الماء ما يدري منين هذا الماء، كيف أنت تشتهي وترغب فيه، ما في سؤال أبدا. أكثر الناس غافلون. ذم الغفلة وعدم التفكير في الآيات الكونية فضلا عن الآيات القرآنية. خامسا بيان حقيقة ثابتة، ما هي؟ أن غير أهل التوحيد وإن آمنوا بالله ربا خالقا رازقا مدبرا أكثرهم يشركون به غيره في بعض صفاته وبعض عباداته.